مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتحذر من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة. الحوثيون يتوعدون بضرب كل المصالح الأمريكية والبريطانية بعد ضرب اليمن، والاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر. إسرائيل تقول إن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بالسلطة القضائية على الصراع في غزة، وجنوب إفريقيا تؤكد أن دولة الاحتلال فشلت في تبرير جرائمها. الثامنة بتوقيت القاهرة، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار، مرحبا بكم. تحياتي وأهلا بالتفاصيل. أعربت مصر عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن. ودعت الخارجية المصرية في بيان لها إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق أن حذرت منه مرارا وتكرارا، ومن مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للأمن والسلم الدوليين. نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ما تردد حول تعليق الملاحة في قناة السويس بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب. وأكد رئيس هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة في الاتجاهين، وأوضح أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، حيث تشهد حركة الملاحة غدا عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2,300 طن. حذرت عدد من الدول العربية من انزلاق المنطقة نحو خطر الحرب، وذلك بعد الضربات الأمريكية البريطانية التي تمت ضد الحوثيين. من جانبها أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في اليمن. وأضافت الوزارة أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وثمان دول أخرى في بيان مشترك أن الضربات التي شنتها ضد أهداف في اليمن تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم. هذا وشنت واشنطن ولندن فجر اليوم ضربات جوية استهدفت مواقع يستخدمها الحوثيون باليمن بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة. في تطور جديد سيزيد حتما من تصاعد الأزمة في المنطقة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا غاشما. القوات الجوية الأمريكية أعلنت أنها شنت بالتعاون مع المملكة المتحدة ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت
استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي. وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات، مشيرة إلى أن هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حرس الازدهار الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وأشارت الولايات المتحدة وبريطانيا وثمانية دول أخرى في بيان مشترك أن الضربات تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم. في غضون ذلك قالت وكالات الأنباء التابعة للحوثيين إن عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية استهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومدنا أخرى وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأشارت إلى أن الضربات طالت قاعدة الدلم الجوية الواقعة بجوار مطار العاصمة صنعاء ومحيط مطار الحديدة، كما سمع دوي ضربات متتالية وتحليق للطيران تبعته أصوات سيارات إسعاف. وأشار الحوثيون إلى أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربية، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. طبعا أكثر بينضم إلي من لندن السيد سامر خليوي الكاتب والباحث السياسي. سيد سامر، تحياتي لحضرتك في البداية وأهلا بك. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. التعامل الحوثي على السفن المارة في البحر الأحمر كان منذ أكثر من أسبوعين أو ثلاثة، هذا التوقيت الذي دعا التحالف الأمريكي البريطاني لعملية الاستهداف بالضربات الجوية التي تمت فجر اليوم في هذا التوقيت تحديدا، هل كان الانتظار لتحقيق تحالف دولي أم التوقيت من الممكن أن يقرأ بشكل آخر؟ يعني طبعا تشكيل التحالف وزيادة عدد التحالف هو من أحدى الأهداف، ولكن ما حصل نتيجة هذه الضربات أن كل التحذيرات التي أرسلتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول، وأيضا كانت هناك رسائل مباشرة إلى إيران للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في تلك المنطقة، ولكن مع الأسف لم يتم الاستجابة لكل هذه التحذيرات، بل كان هناك تمادي من قبل الحوثيين وكأنهم لا يأبهون بأي تحذيرات ويريدون أن يزيدوا من العنف وعدم الاستقرار في تلك المنطقة، مما استوجب تلك الضربات الأمريكية البريطانية. ولكن دعيني أن أشير هنا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال بأنها بثلاث كلمات مهمة، أن هذه الضربات هي محدودة ومحسوبة ودفاعية، بمعنى أن أيضا حتى وزير الدفاع البريطاني قال بأنه لن يكون هناك تصعيد، ولكنها جاءت من في سياق الدفاع وفي سياق أيضا التحذير للحوثيين. ولكن سيد سامر، في النهاية أطلقت، يعني هذه الضربات تمت حتى ولو كانت ضربة واحدة أو ضربات محدودة، ولكن في النهاية تمت. هل بتعتقد أنه الحوثي قادر على الرد بشكل أقوى، أم التصريحات اللي خرجت من القيادة في اليمن من حكومة الحوثي للاستهلاك الإعلامي بشكل أو بآخر اعتبار أنها يعني لن تستطيع المجابهة للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني سؤالك هام جدا ولكنه سؤال مركب أيضا، بمعنى أن القرار ليس فقط قرار حوثي ولكن القرار هو قرار إيراني. نحن سمعنا من الحوثيين بأنهم سوف يعتبرون كل المصالح البريطانية والأمريكية هي أهداف مشروعة لهم، ولكن الكل يعرف ما هي قدرات الحوثيين ومن الذي يحرك الحوثيين. الحوثيين يمكن أن يستهدفوا بالصواريخ نعم السفن، ويمكن أن يستهدفوا بعض المناطق التي توجهها إليهم إيران، ولكن بالمطلق لا يستطيعوا أن يواجهوا هذا التحالف. ودعيني أن أشير إلى أن هذه الضربات هي ليست بالقوة التي يمكن أن تؤثر على الحوثيين بقدر ما هي من باب التحذير والتنبيه للحوثيين. يعني هناك كان قصف لبعض المناطق في قريبا من المطار صنعاء وقريبا من
ميناء الحديدة وهذه ومنطقة أخرى، وهذه كما ذكرت لك ليست بأهمية كبرى، يعني حتى الحوثيين قالوا هناك عدد قليل من القتلى والأسلحة، ولكن بالمحصلة هي رسالة مباشرة إلى إيران، لأن إيران حتى أن وزير الخارجية البريطاني أرسل أيضا رسالة إلى إيران بأنه عليكم أن تتوقفوا عن زيادة التصعيد، ولكنه لم يكن هناك استجابة، والكل يعلم أن إيران هي تحرك الذراع، يعني هو التصعيد سواء في العراق أو في الحوثيين أو في لبنان. التصعيد هو الكلمة التي تتكرر كثيرا هذه الأيام والجميع بيخشى منها. تقييم حضرتك للتحالف اللي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، انضمت بريطانيا ومجموعة من الدول، لكن هناك أيضا دول كبرى رفضت الانضمام، دول أوروبية رفضت الانضمام لهذا التحالف، هل تعتقد أن هذا التحالف اللي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية تحالف قوي، أو من الممكن أن يقرأ من خلاله أن هناك اختلافات في وجهات النظر في التعامل مع القضية برمتها ليس فقط الملاحة في البحر الأحمر؟ يعني إذا كانت هناك باقي الدول تعتقد بأن هذا التحالف هو ليس تحالف للمصلحة الأمريكية، فأعتقد أنهم سوف يشاركون بهذا التحالف، بمعنى أن هناك الكثير من الدول التي أصبحت تعاني من التصعيد في تلك المنطقة، وأيضا كما يعلم الجميع يعني مثلا أسعار النفط ارتفعت 3% ولا 4%، أيضا أسعار المواد الغذائية، أسعار الشحن، أسعار التأمين كلها ارتفعت، بمعنى أنها سوف تؤثر على الكثير من دول العالم إذا بقي الوضع بهذا الشكل. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على هذا الأمر، لأن هذا يخص الجميع وليس فقط يخص الولايات المتحدة، ولكن هناك من يتردد لأنها الولايات المتحدة لم تتعامل بشكل جيد مع الحوثيين. عندما كان هناك تصنيف أمريكي للحوثيين بأنه تنظيم إرهابي، ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ قامت بإلغاء هذا التصنيف، أو لم تتعامل أيضا مع المجموع، يعني عندما تتحد مع دول مختلفة في النهاية اللعب يكون للصالح الأمريكي بدون أي مراعاة أخرى، يعني ولنا في العديد من القضايا الدولية أسوة حسنة. أشكرك شكر جزيل على تواجد معي دكتور الأستاذ سامر الخليوي الكاتب والباحث السياسي من لندن، شكرا ليك يا فندم، شكر جزيل. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن تعد دفاعية، فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تصرفات الحوثيين بأنها غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار. هذا وقد تولت ردود الفعل الدولية في أعقاب الهجوم الأمريكي البريطاني الذي صادف مواقع يمنية. بعدما استهدفت ضربات جوية أمريكية بريطانية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات تعد دفاعية، محذرا من إجراءات أخرى في حال واصل المتمردون مهاجمة سفن في البحر الأحمر. وشدد بايدن على أن التدخل العسكري الأمريكي الأخير في المنطقة كان ضروريا، نظرا لأن الهجمات الحوثية تعرض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر. وذكر بايدن بأن الضربات أعقبت 27 هجوما غير مسبوقة على سفن في الممر البحري الدولي، بما في ذلك استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن للمرة الأولى في التاريخ. من جانبه شدد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن بلاده ستواصل دوريتها بالبحر الأحمر لردع ما وصفه بعدوان الحوثيين في اليمن وللدفاع عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة. في المقابل أكد الحوثيون أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم بضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية. لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك. وفي أعقاب الهجوم توالت ردود الفعل الدولية المطالبة بالتهدئة وضبط النفس، حيث أكدت المملكة السعودية على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع.
فيما صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني أن إيران تدين بشدة الهجمات وتعتبرها عمل تعسفي وانتهاك واضح لسيادة اليمن ووحدة أراضيها وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية. كذلك دعت الصين جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط مشددة على أن منطقة البحر الأحمر ممر مهم للعمليات اللوجستية الدولية وتجارة الطاقة. في المقابل قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن في بيان أن الدنمارك تدعم بشكل كامل الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن. الحوثيين في اليمن باستهداف كل المصالح الأمريكية والبريطانية معتبرة أن هذه المصالح أصبحت أهدافا مشروعة. من جانب آخر تظاهر الآلاف من اليمنيين داعمين للحوثيين في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وعمران تنديدا بالضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين. وأكد المتظاهرون دعمهم لهجمات الحوثيين على سفن الشحن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل طالما استمر عدوان الجيش الاحتلال على القطاع. كما أبدى المتظاهرون المؤيدون للحوثي الاستعداد لمواجهة الجيش الأمريكي إذا قررت الولايات المتحدة شن الحرب المباشرة على اليمن. حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية، وقالت إنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة. وقد جددت الحكومة اليمنية التأكيد على أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل في هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية. من جانبها أدانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن منددة بالخطوة التي تهدد بالتصعيد وتحمل أهدافا مدمرة. وقالت روسيا إنها طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن. وكان مجلس الأمن قد دعا في قرار يوم الأربعاء لوقف فوري لهجمات الحوثي على سفن في البحر الأحمر مطالبا كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين. شرع الاتحاد الأوروبي رسميا في بحث مهمة إرسال أسطول بحري إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقد أفادت المصادر أن القوة الأوروبية ستضم مدمرات وفرقاطات وطائرات للإنذار المبكر، وأشارت إلى أن إعداد القوى البحرية سيستغرق أسابيع قبل إطلاقها في البحر الأحمر. أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن. في سياق متصل قال مصدر حكومي إن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثي موضحا أن روما تفضل انتهاك سياسة التهدئة في البحر الأحمر. قال المصدر إن الحكومة كانت ستحتاج للحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة. نظم متظاهرون غاضبون وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك تعبيرا عن رفضهم وإدانتهم للضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده لضرب الحوثي بتحرير فلسطين وبرفع يديه عن اليمن.
الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن كانت لها تداعياتها داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث نظم متظاهرون غاضبون فعاليات احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده لضرب الحوثيين باليمن بتحرير فلسطين وبرفع يديه عن اليمن. المظاهرات الذي نظمها تحالف ANSWIR أو ما يسمى بتحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية هو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية. اتهم إدارة الرئيس جو بايدن بإطلاق العنان لحرب إقليمية بالانتقام من تضامن اليمن مع فلسطين. وفي ساحة تايم سكوير في نيويورك تجمع حشد آخر من المحتجين ندد أيضا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن مطالبا بوقفها فورا وبتحرير فلسطين. القصف الأمريكي البريطاني لليمن يمثل واحدا من أكثر العلامات وضوحا حتى الآن على اتساع رقعة الحرب في غزة منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، رغم أن الولايات المتحدة وحلفائها قالوا في بيان مشترك إنه لا توجد نية لتصعيد التوترات. عزز ذلك تصريحات جماعة الحوثي بأن استهداف مواقعها يعد تصعيدا كبيرا قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة. ويعد البحر الأحمر أحد الطرق الخاصة بالتجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وبينما تراقب الجهات الفاعلة أثر تهديدات الحوثيين وهجماتهم، يتنامى القلق من احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على ممرات بحرية أخرى. يعتمد نحو 80% من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، مما يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، قد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى. يعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق. التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار ستتطلب قدرا كبيرا من إعادة التفاوض على العقود بين مالك السفن والمشغلين، وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق. هجمات الحوثيين فتحت المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطورا من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبيا في ممرات الشحن المزدحمة. وبينما تراقب الجهات الفاعلة أثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، سيبدأ الآخرون في النظر في قدراتهم على تنظيم شيء مماثل. ولكن الذي يثير القلق بشكل خاص احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على طرق أخرى كبيرة الحجم، خاصة بحر الصين الجنوبية. منطقة بحر الصين والتي تمر منها ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم هو طريق رئيسي لنقل الطاقة. التوترات في البحر الأحمر لم تؤكد على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدمت نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية، لذا على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة على التجارة العالمية. حربية وذلك في المنطقة الممتدة من شمال بحر العرب ووسطه إلى خليج عدن بهدف الحيلولة دون وقوع اعتداءات القرصنة والطائرات المسيرة بدون طيار مستهدفة السفن التجارية. وقال مسؤول البحرية الهندية إنه من بين السفن التي تم نشرها مدمرات وفرقاطات وسفن دوريات بحرية في بحر العرب وخليج عدن. وأضاف المسؤولون أن السفن الحربية الهندية تراقب الوضع لردع وقوع أي أحداث في البحر.
تواصل محكمة العدل الدولية في يومها الثاني جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقالت دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية إن أفعالها في غزة هي دفاع عن النفس. اتهمتها بممارسة أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية تطالب فيها جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، قالت دولة الاحتلال إن أفعالها في غزة هي دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس الفلسطينية. كما زعمت دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت قصة مشوهة بشكل صارخ، وترفض إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وزعمت أن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية. ورفعت جنوب أفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية أوضحت فيها أن دولة الاحتلال تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والموقعة في العام 1948. وقالت جنوب أفريقيا أن الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة يهدف إلى القضاء على السكان في القطاع. وتمتلك جنوب أفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إذ أن البلدين وقع اتفاقية منع الإبادة. وتأمل جنوب أفريقيا في أن تفرض محكمة العدل إجراءات مؤقتة وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وفي المقابل لن تبت محكمة العدل في جوهر القضية على الفور، بل ستكتفي في درس ما إذا كانت حقوق سكان غزة الأساسية مهددة أم لا. وعلى صعيد التدابير العاجلة التي تطلبها جنوب أفريقيا، قد تتخذ المحكمة قرارا في غضون أسابيع قليلة، وقرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانونا لكنها لا تملك سلطة تطبيقها. وسبق أن أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا بدون أي مفعول. قال الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا إن إسرائيل فشلت أمام محكمة العدل الدولية في الرد على ما تم تقديمه من أدلة وبراهين. كما أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن دور القانون يأتي الآن للحسم في القضية، حيث أن كل ما قدمته إسرائيل هو مجرد ادعاءات سابقة تم فتحها من قبل المراسلين الدوليين في القطاع. من الواضح أن إسرائيل كانت فاقدة لاتزانها اليوم. كل ما قدمته في المحكمة هو نفس الادعاءات السابقة التي ادعتها وكانت تم فضحها من قبل المراسلين على الأرض ومن قبل الوقائع. لو كانت إسرائيل صادقة بنواياها لسمحت بلجان تحقيق بالدخول إلى أرض الواقع والتحقق مما يحدث على الأرض. كل ما قدمته الإسرائيلي اليوم كان يحتاج إلى إثباتات جدية لجهة الحقائق ولجهة ما حصل لجهة القانون والحقائق. إسرائيل تفتقد اليوم لكثير مما تحتاجه، وحاولت تبرير ما جرى من جرائم وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة باليوم تماما كما عكس ما سعت إليه جنوب أفريقيا في هذا الصدد. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس رتيبة ناتشا الباحثة السياسية. مرحبا بك سيدة رتيبة. أهلا بك وجميعا. يعني ربما عوامل قانونية استندت إليها جنوب أفريقيا في هذه الدعوة، يعني كيف تقرأين هذه العوامل ولأي مدى هي مؤثرة على سير التحقيقات أو صياغة وجهة نظر قانونية تؤدي إلى إدانة الاحتلال بشكل واقعي وفعلي؟ نعم، يعني بالأمس تقدمت جنوب أفريقيا بالمرافعة الشفهية، وقدمت مرافعة مكتوبة ب84 صفحة تسند بها حسب القانون الدولي والإجراءات الدولية ما يمكن تعريفه وتوصيفه جرائم الحرب
جرائم أو النية المعقدة لعقد جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، واعتمدت في ذلك على الإحصائيات والأرقام التي سواء كانت من خلال التقارير التي خرجت من قطاع غزة أو حتى من خلال تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال أثناء فترة الحرب أو حتى ما قبل فترة الحرب، التي تثبت بشكل مباشر النية والعزم على إجراء جرائم الإبادة الجماعية، وقد وضحت من خلال مرافعتها كل ما يتعلق باستهداف المدنيين والصحفيين والمستشفيات وكل الفئات المنصوص عليها حسب اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف بأنها فئات محمية في فترة الحرب، وإصرار إسرائيل على استهداف هذه الفئات بالإضافة لكل ما يتعلق بالعقاب الجماعي والتجويع ومنع دخول الإمدادات والمساعدات للمدنيين في داخل قطاع غزة. في المقابل اليوم تقدمت إسرائيل بمرافعتها أو في دفاعها عن هذه الاتهامات، وكانت كلها تعتمد على ادعاءات غير مثبتة، على أقوال وتصريحات في كثير منها يسهل دحضها لأنها تنافي ما كان يصرح به الوزراء والسياسة في إسرائيل خلال الفترات الماضية بشكل علني وعلى الإعلام. ولكن مرة أخرى، تشكيلة محكمة الجنايات الدولية هي تعتمد بالأساس على قدرة إقناع القضاء، وتعتمد في نوع ما على خلفيات القضاء أنفسهم، وهم متنوعين في خلفياتهم ومواقفهم اتجاه سواء دعم إسرائيل أو الفلسطينيين، وهذا ما يجعلنا حتى اللحظة نحبس الأنفاس في مجريات هذه المحكمة من جهة، أو حتى ممكن إطالة مدى المحكمة. نحن نعلم أنه القرارات قد تؤخذ خلال أسبوع في حد يعني مستعجل ويعني قصير نتيجة حجم الحوادث في قطاع غزة، ولكن قد تمتد إلى 40 يوم أو شهرين كما حدث مثلا في سوريا. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة رتيبة النتشة الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. We'll be right back.
شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع كافة خدمات الاتصال عبر الهاتف الخلوي والثابت والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر من اليوم وحتى إشعار آخر. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 23,708 شهداء، وأصابت أكثر من 60,000 منذ 7 أكتوبر الماضي. تبذل مصر كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة عبر ميناء رفح البري. وتحرص الدولة المصرية على استمرار فتح المعبر جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج للحد من الأوضاع بالغة السوء التي يعانيها سكان القطاع، على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين. وبينضم إلي من العريش محمد عبد الصبور مراسل النيل الأخبار. محمد تحياتي ليك، وآخر المستجدات الموجودة حول دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات اليوم لمعبر رفح. تحياتي زملائي الأعزاء من مدينة العريش. على مدار اليوم على الرغم من يوم الجمعة، ولكن المساعدات الإنسانية ودائما معبر رفح مفتوح أمام حركة المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية، حيث مر ما يقرب من 90 شاحنة اليوم متنوعة ما بين مساعدات غذائية وإغاثية وخيام وبطاطين ومواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها عبر معبر رفح، سواء عن طريق منفذ كرم أبو سالم أو منفذ العوجة. ولكن أحب أن أوضح مدى تعقيد الإجراءات الإسرائيلية في عمليات الوصول. يعني عندما تتجه الشاحنات من معبر رفح إلى منفذ العوجة، بنتحدث عن مسافة قدرها 40 كيلو من رفح إلى العوجة، ثم على السائق عليه أن يرتد 40 كيلو مرة أخرى إلى منفذ رفح بعد تفتيش من جانب إسرائيل ومرافقة قوات الأمن الإسرائيلية لهذه الشاحنات حتى تصل إلى معبر رفح، ثم بعد ذلك تدخل لقطاع غزة. إذن بنتحدث عن 80 كيلومتر. أما منفذ كرم أبو سالم بنتحدث عن 4 كيلومتر، ثم أيضا مرافقة قوات الأمن الإسرائيلية لهذه الشاحنات حتى تدخل. ربما هذا يعزى إلى ضعف دخول بعض الشاحنات أو عدم توقع أهالي غزة لدخول الشاحنات بالقدر الكافي. أيضا ميناء رفح البري استقبل 16 من المصابين ومرافقيهم، بالإضافة طبعا إلى إدخال 6 شاحنات للوقود، من بينها 4 للغاز و2 للسولار. وهذه الشاحنات تتجه مباشرة إلى المستشفيات في جنوب وقطاع غزة، حيث يمثل طبعا الوقود أهمية قصوى بالنسبة لاستمرار أداء المستشفيات لخدماتها الطبية والصحية سواء للجرحى أو المصابين. كل ده في وسط طبعا وجود العديد من الطائرات التي تأتي إلى مطار العريش، من بينها طائرة فرنسية، وهذه الطائرة الفرنسية دائما ما تمد المستشفى البحري الفرنسي في ميناء العريش البحري بالمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة طبعا لطائرة إماراتية هي الأخرى تمد المستشفى الإماراتي الميداني الموجود في رفح الفلسطينية بالمستلزمات والأدوية وأيضا المواد الغذائية. إذن بنتحدث عن حركة مستمرة، وعندما نقترب من 100 يوم على تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعبر رفح يعني مفتوح دائما أمام حركة المساعدات. ومنذ قليل ونحن هنا في مدينة العريش العديد من الشاحنات كانت تمر حتى تتجه إلى مدينة رفح. وصول العريش وصول المساعدات لم يتوقف منذ اللحظة الأولى، فكرة الدخول والتعامل مع الجانب الإسرائيلي هي المشكلة الأكبر. أشكرك شكر جزيل على هذا التوضيح من العريش، محمد عبد الصبور مراسل النيل الأخبار، شكرا لك. تواصلون بعد فاصل. سوناك وزيلنسكي يعلنان عن اتفاق أمني ثنائي غير مسبوق. نجوب العالم
نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة النيل الأخبار. إذن مشاهدينا الكرام، الوقفة القادمة في هذه النشرة المفصلة أخبار الاقتصاد. ومع الزميلة سارة قناوي، مرحبا بك سارة. أهلا بك أحمد. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع معا أخبار الاقتصاد. وفيها المالية تبدأ مناقشة الموازنة للعام المالي الجديد وتشدد على ضرورة أولوية التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية. أهلا بكم من جديد. بدأت وزارة المالية جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازنتها للعام المالي الجديد، وأكدت المالية على ضرورة توزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت الوزارة على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص. أعلن وزير التموين علي المصلحي عن انطلاق معارض أهلا رمضان منتصف فبراير المقبل على أن تستمر لمدة شهر. وأوضح المصلحي أنه سيتم إنشاء معارض رئيسي بكل محافظة بحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة. وشدد وزير التموين على توافر كافة الموارد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع ناظره المغربي سبل تعزيز العلاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. الاجتماع تم على هامش فعاليات الاجتماع 4 للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بالمنامة، حيث شدد وزير التجارة والصناعة على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك، خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. شهد وزير الإسكان عاصم الجزار توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع المياه. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محليا وتشجيع الصناعة المحلية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطنين بأقل سعر وأفضل جودة. وأشار القصير إلى الاهتمام الكبير بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، مضيفا أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير فضلا عن تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة. شكرا لك سارة. شكرا.
أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زيارة إلى أوكرانيا استهدفت طمأنة البلاد على استمرار الدعم المقدم للشعب الأوكراني من جانب المملكة المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الأوكراني، أكد رئيس الوزراء البريطاني سوناك وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأوكراني طالما دعت الحاجة إلى ذلك. من جانب آخر، كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن توقيع بلاده لاتفاق أمني مع بريطانيا، اعتبره زيلينسكي اتفاقا أمنيا جديدا غير مسبوق، يشمل الاتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريبات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية. ومن المقرر أن يبلغ حجم المساعدات العسكرية البريطانية المقدمة لأوكرانيا في الفترة من عام 24 وحتى عام 25 إلى 2.5 مليار جنيه استرليني. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن موسكو ستعتبر أي تحرك من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في أوكرانيا بمثابة إعلان حرب على روسيا. وجاءت تصريحات ميدفيديف ردا على زيارة رئيس الوزراء البريطاني سوناك لكييف للإعلان عن زيادة التمويل العسكري لمساعدة أوكرانيا على شراء طائرات مسيرة عسكرية جديدة. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية الأوكرانية شنت غارات جوية على مجموعتين من القوى العاملة للجيش الروسي، فيما أصابت وحدات صواريخ مركزا للقيادة ومستودع ذخيرة في آخر 24 ساعة. وقد ذكرت الهيئة في بيان أن نحو 64 اشتباكا قتاليا قد وقعوا على طول الخطوط الأمامية للجبهة في نفس الفترة، ووسط ذلك شن الجيش الروسي إجمالي 3 غارات جوية و 16 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات المختلفة. وأدت الهجمات الروسية لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، في حين تعرضت العديد من المباني السكنية لأضرار في البنية التحتية. أخبار الرياضة هي القادمة مشاهدينا الكرام. إلى سارة قناوي من جديد، مرحبا بك سارة. شكرا لك شيرين، شكرا لك محمد، شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نتابع معا أخبار الرياضة وفيها: المنتخب الوطني يواصل تدريباته في كوتيفوار استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا. الأقصر إشارة بدء ماراثون الأقصر الدولي في دورته 31 من أمام معبد حتشبسوت الدير البحري بالبر الغربي لمدينة الأقصر. وأكد نائب المحافظ محمد عبد القادر أن المحافظة على استعداد لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هذا الحدث مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية التي تهدف لتنويع المنتج السياحي المصري. شارك في هذا الماراثون عدؤون من مختلف دول العالم بخلاف فتيات وشباب من مصر، وشهد الحدث تواجدا مكثفا لذوي الهمم. لم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأبرز عناوينها: مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتحذر من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة. الحوثيون يتوعدون بضرب كل المصالح الأمريكية والبريطانية بعد ضرب اليمن، والاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر. إسرائيل تقول إن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بالسلطة القضائية على الصراع في غزة، وجنوب إفريقيا تؤكد أن دولة الاحتلال فشلت في تبرير جرائمها. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت معايل.eg. شكرا للمتابعة، انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.